بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن درس الأسماء الخمسة وإعرابها. الأسماء الخمسة وإعرابها. الأسماء الخمسة هي، ما هي الأسماء الخمسة؟ أب، أخ، حم، فو، ذو. خمسة: أب، أخ، حم، فو، ذو. إعرابها، كيف نقوم بإعرابها؟ تعرب الأسماء الخمسة بعلامات إعراب فرعية نيابة عن الحركات الإعرابية. ترفع بالواو نيابة عن الضمة، يبقى تترفع بالواو. تجر بالياء نيابة عن الكسرة. تنصب بالألف نيابة عن الفتح. يبقى إعراب الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تجر بالياء، تنصب بالألف. ترفع بالواو، تجر بالياء، تنصب بالألف. إعراب الأسماء الخمسة: الرفع يكون دائما بالواو، النصب يكون دائما بالألف، الجر يكون بالياء. بشروط، علشان تتعرف الإعراب ده لابد من شروط. الشرط الأولاني: أولا أن تكون مضافة، مثل أبوك وأخوك، لأي شيء غير ياء المتكلم. تكون مضافة لأي حاجة سواء ضمير أو كلمة إلا ياء المتكلم، يعني ما أقولش أبي وما أقولش أخي. أبوك كريم، أهي مضافة، أبو مضاف والكاف مضاف إليه. أبو بكر، أبو مضاف وبكر مضاف إليه. تكون مضافة لأي شيء غير ياء المتكلم. ثانيا: أن تكون مفردة، فلا تكون مثنى ولا تكون جمع، يعني لازم أب واحد، أم واحد، حم واحد، فو واحد، زو واحد. ما يبقاش أبوان، ما أقولش أبوان وما أقولش أبويك. إذا جاءت مثنى أو جمع تعرب إعراب عادي، ما تبقاش معربة إعراب الأسماء الخمسة. يبقى الشرط الأولاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. الشرط الثاني: أن تكون مفردة، فلا تكون مثنى ولا تكون جمع. ثالثا: أن ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، هذه قلناها أبي. رابعا: أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون فم بدون ميم اللي هي فو. ذو تكون بمعنى صاحب، وفم اللي هي تكون فو بدون ميم. كل ذي خلق محبوب، لا فض فوك. شروط إعرابها: أن تكون مضافة، أن تكون مفردة، ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون فم بدون ميم اللي هي تبقى كلمة فو. يبقى الشرطين الأساسيين أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن تكون مفردة. أمثلة للإعراب: دخل أبوك المسجد لأداء الصلاة، دخل فعل ماضي، ومن الفاعل أبوك. أيوة، أبوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه، لازم تكون مضاف إليه. حموك رجل عطوف القلب، يبقى حموك هنا جت في الأول تبقى مبتدأ مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الإيه الخمسة، وحمو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه. رافقت بسمة أباها إلى الطبيب، رافقت بسمة أباها إلى الطبيب. أباها مفعول به منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف وها مضاف إليه. أبا مضاف والها مضاف إليه. طيب الله فاك يا صائم. فاك نعرف فاك، أيوة، فاك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وفا مضاف والكاف مضاف إليه. هو كده عربة. نعرب الكلمة كلها وبعدين نقول إن الاسم من الأسماء الخمسة مضاف واللي بعديه مضاف إليه. يعطف المؤمنون على ذي عسرة، ذي عسرة، أيوة نعرف كلمة ذي، ذي قبلها حرف جر، يبقى ذي اسم مجرور بالياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وذي مضاف وعسرة مضاف إليه. ذهبت إلى أخيك صباحا، ذهبت إلى أخيك صباحا. ذهب فعل الماضي والتاء الفاعل، وإلى حرف جر، وأخي أخيك إلى حرف جر، ها ممتاز. أخيك اسم مجرور بالياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأخي مضاف والكاف مضاف ضمير مضاف إليه. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ: الأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحم وفو وذو، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، بشرط أن تكون، أيوة، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة. اعرب ما تحته خط في الجمل التالية: فوك ناطق بالحق، فوك ناطق بالحق. فوك جت في الأول تبقى إيه؟ من يعرب، أيوة قول فكر. جت في الأول تبقى مبتدأ، مبتدأ ماله؟ مبتدأ مرفوع، بس مرفوع بإيه؟ أيوة، مبتدأ مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وفو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه. رسول الله ذو خلق عظيم،
رسول الله ذو خلق عظيم. ايوه ذو خبر، خبر مرفوع، مرفوع بايه؟ بالواو، لانه اسم من الاسماء الخمسه. وذو مضاف، وخلق مضاف اليه. يسيل من، يسيل الماء من في السقاء، من في السقاء، من حرف جر. وفي، في دي مش حرف جر على فكره، ده اسم من الاسماء الخمسه، اسم مجرور بمن وعلامه الجر الياء، لانه اسم من الاسماء الخمسه. وفي مضاف، والسقاء مضاف اليه. صادقت ذا الاخلاق الحسنه، صادقت ذا الاخلاق الحسنه. صادق فعل الماضي، والتاء تاء الفاعل، وذا ايوه من يفكر، من يفكر، ذا هنا مفعول به منصوب بالالف لانه اسم من الاسماء الخمسه، وذا مضاف، والاخلاق لازم تكون مضاف اليه. شاهدت حماك بجوار السياره، شاهد فعل الماضي والتاء تاء الفاعل، وحماك من يارب، قول حماك ايوه مفعول به منصوب بالالف لانه اسم من الاسماء الايه الخمسه، وحما مضاف، والكاف ضمير مضاف اليه. كل ذي خلق محبوب، كل ذي، ذي 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 ايوه ذي مضاف اليه مجرور بالياء لانه اسم من الاسماء الخمسه، وذي مضاف، وخلق مضاف اليه. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا الحالي، ومع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.